فكره الجروب ليه عملت جروب خاص للكلاب؟ يعني اغلبيه الناس طبعا ممكن تقول دي ناس بقى فاضيه، بس اكيد انت عندك مسج معينه عايز توصلها من خلال ان انت فكرت انك تعمل جروب للحيوانات. تحترم حقوق الاخرين، ما فيش حاجه اسمها تانليش او ان انت تفك الليش بتاع كلبك وتسيبه حر في الشارع حتى لو كان مدرب اعلى تدريب. صح ان انت تمشي تحافظ على حريه الاخرين، في ان هو الراجل من حقه ان هو يمشي ومن حقه ان هو برضه يكون خايف من الكلب. انت ممكن تكون مش خايف منه بس غيرك ممكن يكون خايف. كل بني ادم يا صاحب يعني كلبه، ويعملوا رخصه او اللي ما يرخصش ده ممكن يبقى فيه غرامه ويبقى فيه. انت كمربي ايه رايك في الموضوع؟ يعني شايف ان الموضوع ممكن يحد او يقل شويه من الموضوع بتاع تربيه الكلاب والكلام ده؟ احنا عامه مش ضد القرار، احنا بالعكس، احنا قانون زي ده هينظم العمليه دي حاجه بالعكس هي هتبقى مفيده جدا. احنا اللي احنا بنعمله دلوقتي تعديل السلوك زي ما حضرتك شايفه. احنا عندنا استعداد نحط ايدينا في ايدين اي حد وننشر نفس المعلومات دي مع جروبات ثانيه في اماكن ممكن تكون اماكن الشعبية اللي بيعملوا فيها المضاربات والحاجه اللي هي اوريدي احنا ضد المجهود اللي احنا بنعمله تماما. عندنا استعداد نعلمهم ازاي يعملوا ده، فنرتقي بالقصه فيبدا الموضوع الناس تتعلم انه الطبيعي ان الكلب يمشي وسطهم من غير خوف من غير قلق. احنا بنحب نوجه رساله ان ثقافه تربيه الكلاب هي ثقافه جميله جدا جدا، لازم ناخدها بشكل حضاري، لازم نتعلم الاخلاق الكويسه من الكلاب لان الكلاب عندها اخلاق الاخلاص، لازم نتعلم ان احنا نحاول يكون في رحمه بالحيوان، لازم نوجه السلوك الاطفال ان هم يحبوا الكلاب ويكون في رحمه ويكون في عطف عليهم، ولازم نوجه الناس برضو ان الكلاب دي شيء جميل جدا ما ينفعش ان احنا نستغلها استغلال سيء ونضر بيها الاشخاص او افراد الحياه. تربيه الكلاب عندك في البيت والحرمانيه والكلام ده، انت شايفه الموضوع ازاي؟ بصي انا في اوضه بس بقفلها عشان مكان الصاله، بس هم لو دخلوا فيها بمسح المكان كويس برمله مثلا عشان اطهره، بس انا هي اوضه بس اللي قافلاها، هم ما يخشوش، هم اصلا ما بيتدربوا، انت ما تقول لهم ما يخشوش الاوضه ما بيخشوش. احنا كجيل جديد بيتعلم في الايفنتات ده هيعلم ولاده بعد كده لازم يربي حيوان اليف سواء كلب او قطه، بيتعلم المسؤوليه بيتعلم الرحمه، بعد كده مش هنلاقي مشاكل مع الكلاب، مش هلاقي حد بيضرب كلب بالطوبه في الشارع، بالعكس هلاقيه بياكله، ومش هلاقي كلب بيأذيه، حتى لو حد بيخوفه بكلب هلاقيه ما بيخافش من الكلب زي ما الناس اتربوا دلوقتي ان الكلب ده حاجه لازم نجري منها او لازم نأذيه.